زي كويس. وانت كويس؟ بس زهقت، نفسي المدرسه ترجع قوي. ايه ده، هو انت بتحب المدرسه؟ اصلي انا بصراحه بحب الاجازه اكتر. ايه ده، يعني مش بتسهقي؟ لا، علشان بساعد مامي ساعات في الشغل الاونلاين، وساعات بساعد تيتا وجدو في ترتيب البيت، فاصلا ما عنديش وقت اعمل اي حاجه، مشغوله خالص. وانا كمان دايما ما عنديش وقت اعمل اي حاجه، دايما مشغول. انا مبسوطه قوي، منظر الاطفال كده جوه المدرسه يفتح النفس، كانها كانت ميته ورجعت للحياه تاني. والله مبسوطه، دي كلمه قليله، انا حاسه ان انا طايره، في حلم كده اتحقق قدامي. بس خايفه قوي يا دليل، خايفه قوي قوي قوي. يا بنتي ارحميني، وكفايه تشاؤم، كل حاجه حلوه وزي الفل اهو، معانا مدرسين شاطرين وعيال كده تفتح النفس. طب اقول لك على حاجه، انا والله العظيم عمري ما كنت اتخيل للحظه ان انا ابقى مبسوطه كده حواليا. دلال دلال انت كويسه؟ لا طبعا مش كويسه، عيني وجعاني جدا، مش قادره. انت شايفه اي حاجه؟ لا مش شايفه. طب تعالي معايا بره، احكي دلال. بس ما تفتحيناش المدرسه. وحضرتك عايز تسحب الملف دلوقتي ليه؟ ده الدراسه فاضل عليها 4 ايام، ده استحاله هتلاقي مدرسه محترمه توافق عليه. مدرسه فاطمه اسماعيل لسه فاتحه التقديم وبنص المصاريف. وحضرتك تثق في مدرسه زي دي ازاي؟ وبعدين دي ناشونال مش انترناشونال. وعلى العموم حضرتك ممكن تقدم طلب وهندرسه. انا هاخد الملف ده النهارده، ولو ده ما حصلش هيحصل مشكله كبيره. مروه خدي الاستاذ واعملي اللي هو عايزه. اتفضل حضرتك. بص يا جدو، الموبايل ما بقاش عارف وش دودي. عندك حق، انا نفسي ما عرفتهاش. الموضوع مش هزار، انا متضايقه بجد. لا بجمالي، المشوار لسه طويل. انت فين؟ والعاهه المستديمه فين؟ انت بتفول عليا يا فوبي. حد عايز مني حاجه قبل ما امشي يا حلوين؟ اعمل لي فنجان قهوه. قهوه ايه بالليل دي يا بابي؟ لا تشرب. لا يا دادا ما تسمعيش كلام، روح انت. ماشي، طب انا هفتح الباب وامشي. سلام. باي حبيبي.